جمعية الرسالة للتربية والتخييم. أراكما في غاية النشاط هذا الصباح، ترى ما سر ذلك؟ السر يا أبي أننا متجهين إلى نشاطنا التربوي بالجمعية. تقصدان جمعية الرسالة للتربية والتخييم؟ أجل يا أبي. وهل أعجبتكما الأنشطة بالجمعية؟ جدا جدا يا أبي، فيها نجتمع بكل الأصدقاء ونتعرف على مكارم الأخلاق، وفيها نتلو القرآن الكريم ونقرأ عبر السيرة النبوية. والمحاور الفنية يا أبي، ما أحلاها ما أحلاها. ماذا تقصد؟ الأناشيد والمسرح والألعاب والمعامل التربوية والخرجات والرحلات والزيارات، ما أجملها. بارك الله فيكما وفي أنشطتكما. هيا يا فاطمة، علينا ألا نتأخر على أعمامنا وخالاتنا بالجمعية. حسنا، وداعا يا أبي. إلى اللقاء. إلى اللقاء، لا تنسوا تحياتي لأطر الجمعية. دعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. دعمكم للقناة هو دعم للمحتوى التربوي الهادف.